تقرير للمخابرات الروسية يؤكد مشاركة تركيا في تدمير الطراد الصاروخي موسكفا أو موسكو، وأن جسر القرم هو القادم. إن وظيفة الطراد كانت قوية رغم عمر السفينة، خصوصا مع المركب الراداري ZR-41، وهذا يعني التموقع المداري في مؤخرة السفينة، والذي يعوض الدفاع الجوي المتحرك لمراقبة ومتابعة الأجسام الطائرة في المحيط المائي لأوديسا. لقد كان رادار الطراد موسكو حاسما لكل حركة رادارات الناتو ومتابعة ما يجري انطلاقا من رومانيا وضد كل أنشطة المخابرات الإلكترونية. إن فرضية مساعدة الناتو اليوم أصبحت واضحة ولا غبار عليها في هذا الهدف المعقد باتجاه تاجي أسطول البحر الأسود. إن هذا الشيء المؤكد اليوم أصبح رسميا. ففي كييف فإن الضربة جاءت من النظام الصاروخي نبتون 360 MT، وهناك أسئلة تطرح حول أي صاروخ معدل أو نسخة من هذا الطراز الذي قام بهذه العملية، وهل يمكن أن يؤدي هذه المهمة؟ وهذا المركب ليس في برنامج وزارة الدفاع الأوكرانية ل2021، وإنتاجه بكثافة لم يكن رسميا، كما أن إنتاجه أصلا بقي في إطار التجريب. والمشكل في أصل الR-360 فهو ليس سوى تطوير الKH-35، ونقطة ضعفه عدم وجود قدرة لرادار نشط ذاتي الإدارة ARLGSN، ومن دونه لا معنى لغيره. وهذه المشاكل هي ما تعرض لها رادار MMS في المركز النووي لسان بيترسبورغ. في واقع الأمر فإن مكتب التصميم في كييف لونش كان هو المعول عليه لإتمام الصاروخ ونظام توجيهه، وهو نفسه المعول عليه في معمل الطيران بخاركيف الذي ينتج الصاروخ الاستراتيجي KH-55 أو 55. وفي آخر المطاف فإن مصنع فيزار باشر إنتاج الصاروخ في آخر المطاف، لكن دون رأس باحث تنتجه أوكرانيا. لذلك فالR-360 لم يكن برأس باحث، والإجابة جاءت في 2018 بتركيا. وجرى التوقيع بين تركيا وأوكرانيا، وتطلعت شركة أسلسان بحل كل مشاكل أنظمة التوجيه. وفي 2017 طورت روكستان التركية منظومتها الصاروخية كآن، وأسلسان خدمت لشركة لونش نظام توجيه الR-360. ومعلوم أن تركيا أدمجت رادارا جديدا بعد الحرب، بعد اندلاع العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، في درون العنقاء أو أنكا المستخدمة خصيصا في البحر الأسود. والطائرة موجهة للمخابرات التركية عبر مصور حراري من نظام بصري إلكتروني بربط مع القمر الصناعي ستارلينك إيلون ماسك. ويتخوف حاليا الروس من ضربة جسر القرم، كما قال سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي أوليكسي دينالوف. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. يقول أوليكسي دينالوف سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي: إن لم نتهم تركيا اليوم فسيصبح الهدف غدا القرن، سيصبح تماما جسر القرن الذي تصل ميزانيته إلى 4 مليارات دولار على أقل تقدير. وهذا هو الوضع القائم اليوم بالنسبة لمثل هذا التخوف القادم من مشاركة تركيا في هذه العملية. فهل الأنكا طارت في هذا التوقيت؟ نعم، وهناك لدى اليوم التحقيق في أوراق التحقيق
هناك طيران دائم للأنكا بهذا نظام التوجيه الجديد، وهذا ما سمي بالرادار المتقدم للغاية، ما يسمى برادار 2018 على وجه التحديد. إذن بالنسبة لما بعد 2018 احتمال أن يكون رادارا آخر. على أي، فإن حل مشكلة التوجيه على وجه التحديد لم يكن إلا تركيا وعبر مذكرة 2018. وإن كان هذا هو الوضع، فبالنسبة لموسكو عليها أن تشير لتركيا، لأنها إن لم تشير إلى تركيا ذهب جسر القرن. هذا هو الوضع الذي يمكن أن يجعل الحرب القادمة حرب بين تركيا وما بين روسيا، في حال المساس مباشرة بهذا الجسر. وهذا إنذار لأردوغان، وإنذار أيضا للتكنولوجيا المستخدمة من طرف أوكرانيا. فلولا هذه التكنولوجيا التركية لما استطاع نبتون الوصول إلى هذا الهدف. هناك سؤال محوري، قضية الصاروخين تعتبر في نظري على الأقل وباحترام شديد نوع من المغالطة، إن دخلت عليها وجوه للحرب النفسية، لأن الوصول إلى الاس 300 والإحراق بهذه الدرجة، وأيضا الضربات المكررة لثلاث وجهات في الإحراق، وأيضا بالنسبة لمؤخرة السفينة، فعلى الأقل الأمر يتعلق بين 4 و6 صواريخ، وهذا الذي لا يختلف فيه دارس جيد للسلاح لا يمكن أن يختلف في هذا الأمر. لا إمكانية بأي حال للقول أن هناك صاروخين، إلا في حال إن أراد فعلا الأوكرانيون تثبيط عزيمة الروس ونوع من الحرب النفسية، فهذا محتمل، لكن بعدها سينكشف الأمر وسيتأكد إلى الآن أن بالنسبة على الأقل لروسيا تحتمل أن يكون هناك بين 4 و2 صاروخين إلى 4 صواريخ. والسبب لما؟ لأنها هي تعتقد أن الأمر يتعلق مباشرة ب2 غير ممكن، ولكن ب2 زائد نظام توجيه عالي وأيضا رأس باحث أو بحار شخشاء، فهنا يصبح الأمر مختلفا للغاية. يعني أن هناك شيء ما يمكن أن نضعه على أساس أن أسلسان هي التي قامت بالعملية. في هذه الحالة وأمام هذه المنظومة، فإننا سنجد أن التطوير الذي حدث لنبتون ونقله إلى تركيا احتمال كبير جدا أنه عاد أساسا، أو أن لأن الكل دمر عن آخره، عاد إلى رومانيا وانطلاقا من رومانيا، وآنذاك قامت البحرية البريطانية بالإطلاق الذكي، لأن الإطلاق الذكي اختصاص لبحارة البريطانيين، وهذا لديه أيضا تفصيل. على أي، فبالنسبة للتقرير الاستخباري الروسي الذي حجب أكثر من 3/4، فقط هناك ربع يريد إدانة تركيا، خصوصا بالنسبة لأسلسان واتفاقية 2018 وتواجد الأنكا. ونحن أكدنا في وقت سابق وأتينا بالخرائط التي ترى فيها ما هي الطائرات التي طارت في وقت الحادث، وأشر إليها في فيديو مستقل. إذن اليوم هناك الأنكا، حسب التحقيقات الروسية هناك الأنكا وصاحبة الرادار الجديد، أي الأنكا SN. هذه الآن ليست بالضرورة نووية، للإشارة إلى تواجد قد يوجه انطلاقا من الدرون يوجه صواريخ، وهذا احتمال كبير للغاية. إذن بالنسبة للأنكا الموجهة مباشرة بهذه الرادارات الجديدة والدقيقة للغاية، والتي تنقل جميع التفاصيل ما يجري بدقة في البحر الأسود إلى المخابرات التركية، فإن على الأقل ترى اليوم تحقيقات موسكو
بأن هناك أولا نظام التوجيه لأسلسان في نبتون، وأيضا هناك الأنكة التي طارت إلى جانب هذه الدرونات الغربية. في كل هذه الأحوال سنرى أن الوضع مختلف للغاية، وأن التقديرات التي يسير عليها الآن العالم لديها ما بعدها بكل تأكيد. لهذا فالأمور اليوم تسير باتجاه أولا أن تركيا قررت إغلاق أجوائها، كما في وقت سابق عملت أيضا على إقفال البوسفور والدردنيل أمام السفن الحربية الروسية. فهناك إجراء، على الأقل هناك إجراءان شديدا التأثير. هذا هو الواضح الآن بالنسبة لإغلاق اللوجستيك باتجاه روسيا جوا وأيضا بحريا بين البحر الأسود والبحر الأبيض من جهة. وأهم من كل ذلك، عندما تتهم الآن روسيا تركيا بإنفاذ عملية المساعدة في على هذه العملية انطلاقا من الرأس، لأن هذا التصنيع هو تصنيع تركي، وأيضا وهذا هو المهم طيران الأنكا أس، لكن هذه المرة برادار جديد غير مسبوق هو الذي ساعد في هذا الهجوم، لأن الأنكا كانت أقرب طائرة بدون طيار ومؤهل للاستخبارات، والتي يمكن أن تشوش بشكل كبير جدا على الرادار المتقدم للغاية في موسكو، والذي كان هو المراقب. رادار موسكو التراد الصاروخي كان الذي يراقب، الذي في رومانيا وفي غيرها كان كل ما يتعلق بغربة العمليات الإلكترونية كانت في هذا التراد. فعندما تأتي مباشرة وتغلق هذا الرادار عن طريق الأنكا، فإن هذا يعتبر بمثابة أهم عملية، ليس بالإطلاق وإنما في التشويش على الرادار وإخراجه عن الخدمة. وثبت أن هذا الرادار كان لا يشتغل، لأن كل التواصل معه لم يكن إلا عبر تشويش عالي، وهذا التشويش الأقرب إليه هي الأنكا التركية. وهكذا فإن الروس حسب تحقيقاتهم يحملون المسؤولية لتركيا، ليس من حيث الإطلاق إنما من حيث التشويش، من جهة تشويش إخراج رادار طراد من الخدمة بشكل كامل في لحظة القصف، وأيضا وهذا هو المهم أن الرأس الباحث الموجه لنبتون لم يكن إلا من أسلسان ومنظومة أسلسان. وهكذا يرى الروس المساهمة التركية في هذه العملية التي أغرقت الطراد الصاروخي موسكو. مع الشكر الجزيل وإلى اللقاء.